عناوين الصحف اللبنانية لليوم الأربعاء 27 من أيلول 2023. صحيفة النهار: لودريان والموفد القطري يتقاطعان على الخيار الثالث. قنبلة النازحين الموقوتة، 700,000 سوري سيزحفون إلى المدارس. السعودية: القضية الفلسطينية ركن أساسي لأي تطبيع محتمل. صحيفة نداء الوطن: مفتي الجمهورية: الاستحقاق الرئاسي سيحصل والطائف هو الضمانة. بري يبيع الحوار مثل الشاطرين، ولودريان هلموا إلى الخيار الثالث. إخلاء مدارس الأونروا في عين الحلوة الجمعة. صحيفة الجمهورية: الحزب يستبعد التفاهم مع باسيل. جنبلاط للجمهورية: القوات والتيار أجهضاء الحوار. متى تفرج طهران عن المفتاح؟ صحيفة اللواء: لودريان لحصار مالي على لبنان ولقاء سعودي فرنسي في الرياض اليوم. المفتي دريان يرحب بالمبادرات الخارجية، وباسيل لرئيس بالانتخاب. البحث عن حل مباشر بين ضفتي الخليج. صحيفة الأخبار: الثائر وسيدة القصر خطط لاغتيال جنبلاط وتفجير معملي الجي والزهراني وفنادق في جوني. السجن 160 عاما لأمير داعش في عين الحلوة. السعودية ترقد الفلسطينيين، فتح أبواب التطبيع على مصراعيها. صحيفة الديار: المبادرة القطرية الأولى تجمدت والثانية تصطدم بعقبات. لودريان دعا إلى خيار ثالث. شبه التفاهم الأمريكي الإيراني ليس له انعكاس على لبنان، ولا انتخابات رئاسية دون أعجوبة. استنفار للجيش جنوبا. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.